مورال القصة، مورال الحدوتة، مونولوج النهاية، عايزة حضرتك ترتجل لجمهورك مونولوج، قد يكون اعتذار، قد يكون مصارحة، قد يكون نصيحة، رسالة، اعتراف، طلب، مراجعة نفس، ترتجله ولكن بصدق، بدون أقنعة وبدون تمثيل أو افتعال. حاجة أقولها للناس يعني؟ آه. طب ما أنا طول الوقت بقول حاجات عن يوسف زيدان، عن حياة يوسف زيدان، طلعت من الدنيا بإيه؟ لا، أنا طلعت بحاجات كتير جداً. طلعت بإيه كونكلوجن عن الحياة تقوله لجمهورك بصدق؟ اجعل لوجودك معنى. يعني الإنسان والكائنات الأخرى بتاكل وتشرب وتحيا وتموت، مفيش حيوان من الحيوانات أضفى على وجوده معنى. الإنسان فقط أو جزء بسيط من البشر هم اللي بيدوا لوجودهم اللحظي معنى. المعنى ده مش لازم يكون معنى إبداعي عظيم ولا اكتشاف نظرية علمية كبرى، لا، يكون شيء حقيقي أنت أو أنتي بتعمله علشان تشعر أثناء أداء ده بالامتلاء بالحياة. قد يكون المعنى بسيط زي تنشئة الأولاد، وقد يكون معنى عظيم زي عمل الخير، بس الأهم في المعنى الفهم. علينا إن احنا نفهم، نفكر شوية ونفهم، نبحث شوية ونفهم، لأنه مفيش حد بيتقدم بالنوايا الطيبة وأدعية دعاء الوالدين، لا، من أراد أن يكون لوجوده معنى فعليه أن يضفي على وجوده معنى.